الشياطين في أيدي أبنائنا دمرناهم. فإلى متى الفرقة؟ من أجل قطيفة كرة قدم شتتت أمر الأمة. من الصباح وإلى المساء نعيش على الحرام، فتكت الدنيا بقلوبنا. أوروبا اليوم ترفع علم المثلية، ومن عاد المثلية عاد أوروبا. فلتجف الأنهار ولتجف هذه القلوب، لأنهم عادوا الله عز وجل سبحانه وتعالى علام الغيوب. لكن أنت توحد الله، أنت تقول لا إله إلا الله، جانب عظيم، ولكنه لا بد من الجانب الآخر. فكيف تقوم هذه الأمة مرة أخرى بعد أن فتك الشر في بيوتنا؟ فلتصلح بيتك ولتصلح نفسك أولا. ابتدئ بنفسك، كيف هي علاقتك مع الله؟ أتصلي الصلوات الخمس في المسجد أولا؟ هل نظفت بيتك من الحرام، من الشاشة الصغيرة الحرام، ومن الشاشة الكبيرة الحرام؟ لا لحرمة هذه الأجهزة، بل لحرمة ما يعرض عليها من الحرام، في الحرام، على الحرام، فوق الحرام. من الصباح وإلى المساء نعيش على الحرام. عن أي نصر نتحدث؟ عن أي نصر نتحدث؟ أخ لا يتكلم مع أخوه، امرأة تحسد كنتها، وأخرى تسحر سلفتها، وأخرى تقوم على إيذاء الأخرى، ورجل يحسد جاره، وذاك يتمنى زوال النعمة عن ذاك. فتكت الدنيا بقلوبنا. بالأمس القريب ينتصر فريق على فريق، وأنا والله ما علمت إلا للجلبة التي أظهرت في هذه الشوارع. قلت لعل فلسطين قد تحررت، أو صلى الناس اليوم في المسجد، أو قلت أن العراق عادت إلى حضرة المسلمين من دنس المجوس، أو لعل إخواننا في اليمن قد فرج عنهم، أو أن أهلنا في الشام عادت الملائكة تبسط أسلحتها على الشعب. قلت لعل ذا، لا لا، وللأسف الشديد انتصر فريق كرة القدم على آخر. بفريقين شتتوا جسد الأمة وفرقوا جمعهم، صارت الناس تموت من أجل ذلك. فتبا وتعسا لها، تبا وتعسا لها قومية وعصبية ما زال اليهود يغذونها في زمن ما زال إخوان لكم يقاتلون هناك، وتهرق دماء طيبة على هذا الأثر الطيب. أما أهل لنا أن نعود؟ أما أهل لنا أن نخلع هذا الجور والظلم؟ فلنعد أمة ربنا الله وشيخنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما يكفينا ذلك؟ أما يكفينا ذلك اجتماعا؟ فإلى متى الفرقة؟ من أجل قطيفة كرة قدم شتتت أمر الأمة، وهي لا تعد أن تكون رياضة للتسلية في ساعة أسحة. لا بد من تصحيح العقيدة، لا بد من تصحيح عقيدة الأطفال. بدل أن تعطيه هاتفا يدمر حياته وخلقه، علمه العقيدة الصحيحة، أن الله عز وجل هو النافع، وأن الله عز وجل هو الضار، وأنك إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وأن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء ما نفعوك، وإن اجتمعوا على أن يضروك ما ضروك، إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. علمه، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين. علمه، علمه أن هناك نبيا له يقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم. صرنا اليوم نقبل من قال لا إله إلا الله، أطفالنا وشبابنا يموتون على غير لا إله إلا الله. شبابنا اليوم 10 سنوات، 11 سنة، 13 سنة، فضلاً عن الفتيات، والله صارت أمة سكارى وما هم بسكارى، تهديك السكران، تضحك كالمجنون بسبب هذه الهواتف اللعينة التي نحن الآباء والإخوة سلمنا الشياطين في أيدي أبنائنا دمرناهم. قل كفى وأعيد الكرة مرة أخرى، فالله عز وجل المصلح. ارجع إلى بيتك ونظف، اشتغل، اعمل. أطلت عليكم عذرا، ولكن والله إن في القلب حسرة، ولا يسعني إلا أن أقول يا رب، يا رب أصلح حالي هذه الأمة، يا رب أصلح حالي هذه الأمة يا رب العالمين. اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد، اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد، اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد.